السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الجهاز اللي شفتوه وسمعتوه هذا جهاز تنفس صناعي بعد دخول الوالدة غيبوبة بعد ما وقف القلب عندها. طبعا هي في رعاية الله لكن أبغى جميع اللي عنده أم حية ووعية يحط نفسه مكاني وياليت تهتم بأمك أكثر وأكثر. والأمهات ما لنا غنى عنهم، هم الخير والبركة تحتهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي أمس الفنان فهد الحيان الذي اشتهر بشخصية هزار في مسلسل طاش مطاش. فهد الحيان هو ممثل ومنتج سعودي مواليد 22 مارس 1971. بدايته كانت عام 1992 حين تقدم إلى جمعية الثقافة والفنون وشارك في عدد من المسلسلات بأدوار ثانوية حتى طلب منه المشاركة في مسلسل طاش مطاش. وبعدها عرفوا الجمهور، وفي عام 2006 قام بافتتاح شركة إنتاج وأنتج منها مسلسل غشمشم الذي قام ببطولته. نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.